حسن البرارحي من مواليد 1963 بدوار حاونة. عشت في وسط تراثي محض، بحيث أن جل القبيلة ديالي وأبناء العمومة إما كتلقاهم فرسان الخيل أو رماة، فأنا ترعرعت في الوسط تراثي كما قلت لك محض. وكان جاتنا واحد الفرصة وحنا صغار كنا كنسمعوا الكلام القول ديال عبيدات الرما، الشيوخ الكلام اللي كانوا كنتيجوا عندنا كل مرة في أسبوع، كانوا كيباتوا عندنا في الدوار الاثنين عند مقدم الرما رحمه الله البرارحي أحمد، واستمعنا كلام الرباعي واستفدنا منهم. انا اللي بغيت تقول يعني زجال عصامي، يعني كونت راسي براسي ووصلت واحد الرصيد لا باس به ما يعادل تقريبا 500 قصيده. الديوان العنوان ديالو في الدال الحروف كان بمساهمة ديال الإخوان. كما جرت العادة نحن الآن في المحطة أو في الدورة العاشرة، وسبق لكم تبعتوا معنا مجموعة ديال المحطات الثقافية في مدينة سيدي حي الغرب، المدينة الجميلة والصغيرة التي تستحق منا يعني كل شيء جميل. لولا الوباء اللي عاشته المملكة المغربية ومدينة سيدي حي الغرب مدة سنتين، يعني لو كنا وصلنا الدورة الحادي عشر. إذا احنا تنشتغلوا على المجال التراثي وتنشتغلوا بواحد المقاربة ديال أن الماضي ديالنا هو جزء من الذاكرة ديالنا، وتنحاولوا أننا نحتفظوا بهذه الذاكرة المغربية ونمررها للأجيال. زين كياس زينة في التان، واللي بغى يبرك يبقى تالف متلوخ. علم وتاريخ بلادي بلاد العلماء والصالحين، بلادي بلاد العلماء والصالحين، فيها كل ما يبرك الشوف. علم وتاريخ ورياضة وفن وجري وكورة. لأجل وطني وحياتي فداء لبلدي، قلبي أقدمه فداء لأرضه الطهور. تحررت البلاد واستقلات العباد ورفرفات راية الحرية، غنات الطيار هذا زمان الفخر وانتصار. تبل مسيرة خضراء بدعها ملك حكيم واسع النظرة، مسيرة سلمية بهرت العالم بالنظام والتقنية، مسيرة حطمات الحدود وفكت علينا القيود. صرنا نساو رجال شيوخ وشبان، نعانقوا كل الاخوان في الصحراء المغربية. وفيا لك ايها الوطن، وفيا لك ايها الملك، بالقرآن حررنا الصحراء ولبينا النداء. بكار عبد الواحد مستشار بالجماعة الحضرية بمدينة سيدي حي الغرب، باسمي وباسم كل الأعضاء بالمجلس البلدي أتقدم بالشكر للجمعية المنظمة لهذا المهرجان، واللي زاد خلانا نزيدوا يعجبنا هذا التنظيم، وكان تنظيم في المستوى. وتنحييو هذه الجمعيه وكل الجمعيات اللي كتقوم بمثل هذه المبادرات،
وحنا كمجلس بلدي على مستوى المدينة مستعدين كل استعداد باش نقدموا كل الدعم المادي والمعنوي لكل جمعيات نشطة، وتنتمنى التوفيق لهذه الجمعية، وتنتمنى التوفيق لكل الجمعيات اللي بغات تحدو الحدو ديال هذه الجمعية، وتنتمنى إن شاء الله المزيد من الأنشطة داخل المدينة من أجل باش تعطى واحد الإشعاع بناء على هذه الأنشطة. وحنا كمجلس كممثلين للمجلس البلدي ومستعدين نمدوا يد العون لكل الجمعيات النشطة بهذه المدينة وتفعيل مقاربة تشاركية مع جميع الجمعيات المجتمع المدني.